بسم الله، ده مثال على ملف الاكسل بتاع ال LOD. بتلاقي هنا اول حاجات دي الارقام دي مجرد بس للتنظيم، يعني ده substructure اهوت، ده بياخد حرف ال A، اللي بعديه الشيل بياخد حرف ال B، تمام، الانتريور بياخد حرف ال C، تمام. وكل واحدة بعد كده بنلاقي مثلا ان ال substructure ده بينقسم مثلا ل foundation، وبينقسم ال specify foundation، وال foundation بياخد مثلا ايه 10، وبعد كده هو بينقسم لثلاث اقسام، بيبقى هنا مثلا عندي وول فاونديشن، عندي كولوم فاونديشن، وهكذا. الارقام دي مجرد بس التنظيم، هو مسميها يونيفورمات ليفل. وبعد كده بتلاقي المراحل اللي هنسلم فيها، كل مرحله بيبقى فيها ال او دي اللي هي ليفل اوف ديفلوبمنت، وام اي اي ده خاص بملكيه العنصر او مين اللي انشا العنصر، اللي عمل العنصر دوت، هو ده بيكتب اسمه هنا، بحيث لو في اي مشكله اقدر اعرفه. وممكن الشخص ده يختلف من حاجه لحاجه، يعني هنا ال او دي مثلا ممكن نكتب ال او دي 100 في اول مرحله، او مش هنسلم ال او دي 100 غير في المرحله اللي بعديها. والام اي اي ممكن يكون الشخص هيكمل حتى 300 و400 واحد اخر، فبتكتب اسم كل واحد فيهم في المرحله اللي بيسلم فيها الموديل. وهنا بقى بتلاقي التفاصيل بتاعت الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، تمام. بنقول مثلا ان ديت هتتسلم في المرحله دي 300 و350 و400، ما تنتظرش في اول تسليمه ان انت هتلاقيها، وهكذا. الجدول ده بيسهل كتير ان احنا نكون متفقين على التسليمات من قبل ما نبدا.